وإلى العاصمة الفرنسية باريس، احتفلت سفارة الدولة لدى فرنسا بمناسبة يوم العلم، وذلك تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة. وبمشاعر الفخر والاعتزاز تم رفع علم الاتحاد في باحة سفارة الدولة وسط أجواء احتفالية حضرتها سعادة هند العتيب سفيرة الدولة لدى فرنسا، والمقدم ركن مهندس وليد سعيد السلامي نائب الملحق العسكري، وسعادة سالم خالد القاسمي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وسعادة أحمد الملا نائب رئيس البعثة وأعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقية العسكرية وعدد من أبناء دولة الإمارات المتواجدين في فرنسا. هنا في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في باريس نحرص على تقاسم فرحة يوم العلم مع دولتنا. العلم بالنسبة لنا هو رمز سيادتنا ووحدتنا وولائنا لوطننا وقادتنا، وفي يوم العلم تتجسد كل معالي الفخر والاعتزاز بهويتنا الوطنية، وتتجلى رموز الشرف والعزة والكرم التي تعبر عن قيم المجتمع الإماراتي.